بسم الله والصلاة والسلام والأتمان الأكملين على سيد الخلق وأشرف الورى زبناءنا وحبابنا زبناء متاجر أواني عبد البرنوسي. مرحبا بكم اليوم معنا من قلب متجر أواني عبد سيدي مومن المتواجد بسيدي مومن جديد مارشال جرون، يعني بعبارة أخرى اللي غادي يجي سيدي مومن جديد غادي يسول على المارشال جرون. فرحنا كيتواجد المتجر ديالنا أسفل صومعة مسجد الإحسان. فمرحبا بكم معنا اليوم ومرحبا بسي عبد الواحد أيضا حتى هو معنا. الله يبارك فيك خويا بادر، تحيه لك والزبناء ديالنا ومرحبا بهم في البروموسيون اللي غادا تكون من 40 درهم حتى 60 درهم. كلشي بارطاجي مع الناس اللي تيعرف او مع اصدقائه او احبابه، ومرحبا بكم. مرحبا بجميع المتتبعين الكرام، وكما سبقت قلت لكم نتوما معنا مباشره من متجر اواني عبد البرنوسي. السلع اليوم ان شاء الله تعالى اللي غادي نبريزونطيو لكم فراه هي ابتداء من 40 درهم 800 ريال الى غايه تقريبا حتى 1000 درهم 1500 درهم. كاينين دي بروموسيون زوينين وحصريين عند اواني عبد البرنوسي. فمرحبا بكم معنا، غادي نبداو معكم ان شاء الله تعالى باش نذكروكم بالناس اللي كيبارطاجيو وكنصيفطو لهم دي كادو فراهم عارفين ريوسهم ونبغيوهم يطلعوا لنا بالكومونتيرات لحقاش كنديروا مراجعه دائما اللايفات ديالنا. الناس اللي كيبارطاجيو اللايف ديالنا تنصيفطو لهم غراتويات ومرحبا بهم، والناس راه عارفيننا ودائما نتوما بكم حنا باش كاينين هنا. ونبغي نشير كتتمة الكلام ديال سي عبد الواحد، كما قلنا لكم دابا بالنسبه للناس اللي بارطاجيو معنا فرادو ما داخلين لا في مسابقه لا في حتى شي حاجه، جينا لقينا حبابنا وصحابنا انهم كيبارطاجيو معنا يعني من تلقاء انفسهم. فكنبغيو نشكروهم من متجر اواني عبد البرنوسي. انا بنيابه على طاقم اواني عبد البرنوسي كنقول لكم شكرا، شكرا جزيلا صراحه. لحقيتاش كديروا معنا واحد المجهود اللي هو كبير وكبير بزاف، فتحنا بدورنا ما كنبخلوش عليكم بكادويات اللي بعض المرات كيكونوا قلال في حقكم صراحه، كنبغيو نعطيوكم اكثر لحقيتاش كتستاهلوا الاحسن والافضل. غادي نبداو معكم ديريكتومون بلي كات كيسيون اللي كان كي دائما كيبقاو كيسولون عليهم بزاف الزبناء الكرام، اللي هو الاولانيه سكي كونسير لا لوكاليزاسيون سبق وقلتها لكم. فرحنا كنتواجدوا الان متجر اواني عبد سيدي مومن، وكاين عندنا متجر اخر كيتواجد بسيدي البرنوسي ومتجر اخر كيتواجد بالمحمديه. فاللي بغى يتواصل معنا يتواصل على الرقم الاتي 0692 82 02 0692 82 02 02. اما بالنسبه للسؤال الثاني او الثاني فراه هو بخصوص يعني واش كنديروا لا ليفريزون او لا. فراه حنا كاين عندنا لا ليفريزون داخل جميع ربوع المملكه فين ما كنتو. وكاين السؤال الثالث اللي هو واش كنبيعوا الجمله والتقسيط. فراه كنبيعوا ايضا بالجمله وبالتقسيط. وكاين السؤال الرابع اللي هو توقيت ديال افتتاح المحلات. توقيت ديال افتتاح المحلات كيبتدا من 10 الصباح حتى 10 الليل، صوف المحل ديال اواني عبد سيدي مومن اللي كيبقى حتى نهار الجمعه ما كيحلش هذا مكان. ومرحبا بكم، نشوفوا مع الناس لي بروموسيون الخطيره اللي قليبات يخدموا القليبات ولي جيم وكل شيء وبارطاجيو في البيبليك ديالهم. ومرحبا بهم. مرحبا ودي سي عبد الواحد، سرع الله نشوفوا معاهم كما قلنا لهم 40 درهم. نبداو معاهم بالتوشيط الرائعين والراقيين لي 50 درهم. هاد البونبونيير كيف سبق البارح دوزناه في اللايف ديال البارح ديال المحمديه صراحه دايره ضجه تبارك الله، و1000 ريال كتبقى ب1000 ريال، والكبيره ديالها 80 درهم فيها 20 سنتيم. وكاينين هادو لي بلغطه كيبقاو لكم ب40 درهم فقط، 40 درهم فيها لغطه لوالو، وراه الديزاين ديالهم مختلف يعني كيف ما شفتوا رجيلات راه مختلفين. مرحبا سير مداني سير اخو. بالنسبه للبلاطويات، البلاطويات الجديد دائما وكيف كيسولوا عليهم الناس بزاف حضرناهم لكم بالوان مختلفه، الثمن ديالهم كيبقى فقط 1000 ريال 50 درهم. 50 درهم الوانات كاملين ب 50 درهم. ياسين ياسين 50 درهم كاين في هذا اللوين، وكاين كذلك في الجولد كامل كيجي هكا، يعني ثلاثه ديال اللوينات مختلفين ايه بصراحه وزوينين. وحتى 50 درهم صراحه راه قليله في حقهم، ملي كتشوفوا يعني بلاطويات زوينين بحال هكا ديال الحطه وهم ناويين وكيبقاو لكم ب 1000 ريال، فراه الثمن ديالهم يعني قليل في حقهم الثمن هذا صراحه. ولكن الزبناء الكرام يستاهلوا دائما الاروع وبارخص الاثمنه. اما بهادو اللي جاوب هذا الموتيف هذا بحال هكا سي عبد الواحد هادو تيبقاو ب 1000 ريال كذلك، صراحه راه زوينين تما
هادو خدمه واعره كيف ما شفتو ديكور يعني تقدر ديرو مرايه هذا الصراحه. وكما قلت لينا يعني حتى الثمن ديالو حتى هو بحالو بحال الاخر يعني 1000 ريال 50 درهم. اللوينات اللي فيه ثلاثه ديال اللوينات كذلك سر الله. بالنسبه للكاسرون التيتانيك 70 درهم ثلاثه البياسات ب 70 درهم كما كتشوفوا معنا، فراه فيها الصغيوره وفيها المويان وفيها حتى الكبيره ديالها ودور الالمنيوم ماشي دوك العاديين. وكاينين عندنا ايضا حتى الطويجنات هادو اللي سبق ورينا لكم البارح اول البارح اللي الثمن ديالهم اربعه البياسات كيبقاو لكم فقط ب 1000 ريال. هادو راه طويجنات ديال الزيت العود، طويجنات ديال الزبده اللي كيخلي السي عبد الواحد دائما زبيده عسيله كوفيتير مرحبا دي سي عبد الواحد. وكاين الطبيصلات ايضا حتى همايا اللي خلى لكم فقط سته طبيصلات كيبقاو لكم فقط ب 60 درهم بحال 1000 فرانك للطبسين. وكاينين معكم هاد اللعيبات ديال الفطوري اللي فيهم تقريبا واحد ثلاثه ديال اللعيبات او اربعه، كاين هذه اللي فيها جوج كتبقى لكم ب 40 درهم، وكاين هذه اللي فيها ثلاثه كتبقى لكم ب 60 درهم بحال 20 درهم للوحده. وكاينين هاد التويشيات هادو اللي الثمن ديالهم كيبقاو لكم فقط ب 50 درهم 1000 ريال يعني فيها ثلاثه ديال اللوينات. كاينين هادو اللي جاو هنا على ثلاثه تشكيلات بحال هكا كما كتشوفوا معنا اللي الثمن ديالها كتبقى لكم فقط بشحال ب 20 درهم، عوض 30 درهم كتبقى لكم فقط ب 20 درهم 400 ريال. وكاينه هاد اللعيبه هادي اللي بقات لكم عوض 60 درهم دوزنا في رمضان ب 60 درهم حاليا مع الليكيداسيون ديال ستوك غادا تبقى لكم فقط ب 40 درهم 800 ريال. فسارعوا قبل ان فهاد المخزون، انا عارف بلي الناس صراحه كيحماقوا عليها وداو منها ومازال غادي يعاودوا يديو منها. فراه 40 درهم الثمن ديالها راه رخيص ورخيص بزاف بصحتكم وراحتكم، يمكن لكم تستافدوا بها بارخص الاثمنه. كاينه هاد التويشيه ديال ثلاثه القريعات اللي الثمن ديالها كتبقى لكم ب 60 درهم، يعني ثلاثه القريعات كيبقاو لكم ب 60 درهم شي حاجه اللي فابور ديال الفابور. فمرحبا بكم معنا وما تنساوناش بالبارطاج اللي دائما كنوصيكم عليه. لحقيتاش الناس اللي كاينين معنا هنايا او اللي اول مره كيبغيو يلتحقوا بينا ما كيعرفوش فين كاين المحل، نتوما بدوركم كتقوموا معنا بهذا العمل ديال البارطاج وديال لي جيم وهذا، هذاك الشيء علاش بزاف ديال الزوان الكرام كيشوفوا يعني لي لايف ديالنا وكيحاولوا ما امكن انهم حتى يجيو بروفيتيو. فمرحبا بكم ومرحبا فين ما كنتو هذا مكان. وكاين عندنا هذا الباك ديال 12 بياسه مش حكي بقى سعب الواحد 50 درهم 12 كاس ب 50 درهم مرحبا سير الله. كاينين ايضا هاد التويشيات هادو الرائعين والراقيين اللي الثمن ديالهم كيبقاو لكم فقط ب 80 درهم. راه هادو راه متعددي الاستعمالات، تقدروا ديرهم في الصالون، تقدروا ديرهم في كوزينه، تقدروا ديرهم في بيت ديال الصابون ايضا اللي الثمن ديالهم 1600 ريال يعني ثمن فابور صراحه. وكاينين هاد البلاطويات هادو اللي ثلاثه البياسات منهم كيبقاو لكم فقط ب 60 درهم، ثلاثة البلاطويات ب 60 درهم جوج يعني كما كتشوفوا تقريبا راه فيهم شي ثلاثة ديال الزواقات. أنا هنا بقاو عندي جوج مازال الآخرين غادي نعاود نحطو لكم باش تعاودو تشوفوهم. وكاينين هاد الراكيطات هاد ديال الفران اللي الثمن ديالهم كتبقى لكم الصغيرة ب 40 درهم والكبيرة ديالها اللي كبر منها كما كتشوفوا كتبقى لكم فقط ب 1000 ريال. غادي يبان لكم فيهم هاد اللعيبات ديال الخشب هادو تقولوا لاش كيليقوا هادو، هادو راه كيدخلوا الفران تقدروا ديروا فيهم غراتان، تقدر ديروا فيهم بيتزا، تقدر ديروا فيهم بزاف ديال الحوايج صراحه. وكاين هاد البلاطويات هادو اللي جاو هنايا كما شفتوا معنا في الاول الاخرين اوفال، وهادو راه هما جاو كاري بحال هكا اللي الثمن ديالهم كيبقاو تامه ثلاثه البياسات ب 60 درهم، ثلاثه البياسات ب 1200 ريال ياك سي عبد الواحد. داكشي اللي كاين خو مرحبا. بغيت اللايف يطلع ليا شي شويه باش بالقليبات ولي جيم باش تموتيفيونا وحتى حنا نموتيفيوكم باثمنه اخرين. الله يرضي عليكم انا ما غاديش يمكن لي دابا نزيد في اللايف حتى نشوف الزبناء الكرام اللي كاينين معنا كيديروا لنا القليبات. يلا حركوا القليبات وحركوا لي جيم باش انايا ندير لكم بروموسيون اللي تكون زوينه. فوالا الله يعطيكم الصحه بحالك بغيت نشوف القليبات بحالك. زيد 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 وزيد وزيد الله يعطيكم الصحه زيد زيد تبارك الله عليكم زيد اخويا. انا غادي نزيد معاهم حتى انا، ما حدهم كيزيدوا معنا في القليبات وحتى انا غادي نزيد معاهم يعني بلا بروموسيون خطيرين. ولكن ما تنساوناش حتى بالبارطاج ايضا. فوالا الله يعطيكم الصحه هكاك القليبات 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 باش اللايف يطلع طوندونس ونشوفوا معكم حتى الكويسات ايضا ديال 80 درهم يعني ست البياسات كيبقاو لكم فقط ب 80 درهم كويسات راقيين وزويونين. هادو
افكار جديده وزويونه صراحه عطاونا الزبناء الكرام. هذو كنا كنقول لكم نتوما تقدروا تستعملوا فيهم مناضه والعصير، ولكن الناس عطاونا افكار زويونه اللي يمكن لكم تستعملوا فيها حتى لي سالاد. يعني شنو كيفاش ديروا فيها قضيه لي سالاد ابار سالاد فروي؟ الناس ولاو كيحطوا يعني اخر الحطات اخر ما كاين في هذا، ولاو كيديروا الروز هنايا يعني على باز كيديروا الروز، كيديروا شويه ديال المايس شويه ديال الطون شويه ديال الخص وكذا وكذا. يعني افكار جديده وزويونه كما قالوا لنا الزبناء الكرام، فمشكورين على هذا العمل جبار صراحه، ويعني دائما كتفيدونا وكتعطيونا المزيد من الحوايج الرائعين. شكرا لكم، شكرا بزاف صراحه. وكاينين هاد البلاطويات هادو اللي الثمن ديالهم كيبقاو لكم جوج بياسات ب 70 درهم 1400 ريال كما كتشوفوا معنا. كاين التبصيل النمره شحال سعد الواحد؟ النمره 36 جوج 60 درهم 1200 ريال. وكاين هذا البلاطو الرائع اللي الثمن ديالو ما كيتعداش 70 درهم، اللي كيبقى لكم فقط ب 65 درهم 1300 ريال. ركزوا معايا مزيان على لي ديتاي اللي رد عليكم، فراه هذا بلاطو ميلامين كما كتشوفوا معنا، بلاطو ميلامين صراحه حاجه زويونه. وكاين هذه اللعيبه ديال البيتزا، هذا لي طاجير ديال البيتزا اللي الثمن ديالها كدير 120 درهم، شحال فيها منطاج، فيها 4 ديال لي طاج، وفيها هذا السيبور ديالهم هذه بحال هكا. كاينين هاد الكويسات هادو اللي الثمن ديالهم 12 بياسه كتبقى لكم ب 1000 ريال، 12 بياسه ب 50 درهم. وكاينه هاد البونبونيير هادي اللي ثلاثه البياسات كتبقى لكم فقط ب 60 درهم. ركزوا معايا مزيان لحقيتاش، قلت لكم غنعطيكم بروموسيون زوينه، غادي نعطيكم بروموسيون زوينه. هادي دوزناها جوج بياسات ب 60 درهم، اليوم ان شاء الله تعالى غتبقى لكم ثلاثه البياسات ب 60 درهم. كما هادو حتى همايا ثلاثه ديال البياسات ب 60 درهم، هادو راه مغالطين ليهم الا رديت البال، هادو راه بحال في العبار. راه كاينه هاد الصغيوره وكاينه موين عليها تقريبا قد دكا، عاد مش كاينه هاد الكبيره هادي، يعني ثلاثه البياسات ب 60 درهم. وكاينه هاد الراكيطات هادو اللي كما كتشوفوا معنا اللي الثمن ديالهم صراحه حتى هما زويونين بحالهم بحال الاخرين كما وريتكم. هادو 40 درهم وهادو 50 درهم. ام ايمن ملوكي كتقول لي بصح فكره زوينه، السلطه زوينه بالنسبه لي الاخت، اذا كان ممكن انكم جربتوها صراحه والله القسم الا غتعطيكم واحد الفكره خطيره ورائعه. انا جربوها الدار عندي وشفتها كيفاش جات صراحه زوينه. انتم ركزوا معايا بالنسبه للناس اللي ما فهمونيش او ما سمعونيش، فرا الناس كيديروا على باز هنايا الروز كلاصي وكيحطوا فيه المايس، كيحطوا شويه ديال الطون وديك الطوماط سوريز شي لعيبه بحال هكا، كتجي واحد الرونق خطير صراحه، الرونق خطير واخطر من الخطير. جربوها يعني في عود ما انكم تبقاو ديروا الطباسل هذاك الشيء كلاسيك، غادي تجربوها في هاد الكويسات هادو وغادي تجيكم خطيره صراحه. بالنسبه لهاد المعلقات اللي الثمن ديالهم كيبقاو لكم 12 بياسه او 6 بياسات ب 45 درهم، 6 بياسات عوض 60 درهم كيبقاو لكم فقط ب 45 درهم. واخر ما كاين في السولد عند اواني عبد البرنوسي اللي باغي فيه الثمن يقول لي واش ندير فيه شي ثمن زوين اولا لا. صراحه هاد المعلقات ديال 24 بياسه اللي لي ديتاي ديالهم انا غادي نحاول ما امكن انني نزومي لكم عليهم. ها انتم كما كتشوفوا هنا راه كاتبينو باللغه العربيه، سته السكاكين، سته الملاعق، وسته ديال الشوك يعني هادو هادوك لي فورشيت، وسته ديال الملاعق صغيره يعني 6 و6 12 بياسه، و6 و6 12 بياسه، الا جمعنا 6 و6 يعني 12 و12 غتعطينا 24 بياسه. يعني كما كتشوفوا معنا 24 بياسه غادي تبقى لكم فقط الثمن ديال 180 درهم 3600 ريال. فرح مرحبا بكم معنا، هادو راه ديجا دوزناهم 240 درهم 230 درهم، ولكن الان غادي يمكن لكم تستافدوا منهم فقط 200 او 180 درهم 3600 ريال. فسارعوا قبل ان نفاد المخزون، دابا جاتنا واحد الكونتي تحشوميه شي شويه صراحه، ولكن غادي يعاودوا يجيو ان شاء الله تعالى الى توفقنا واننا بعناهم لكم. لحقاش عندنا فيهم ديجا دي كوموند عند الناس صحاب لي زورغانيزاتور دي فيت صراحه، هذوك الناس تحيه لهم وتحيه للاخت جيهان ديال سلا، لحقاش دائما حتى هي كتقوم بعمل جبار صراحه، وتحيه ليها وتحيه لاي امراه مكافحه سواء كتخدم على راسها سواء كتخدم على وليداتها، فالله يسهل على الجميع. لا هي ولا ديك الاخت اللي لحت لينا، شنو الاسم ديالها اللي حنا الفيديو ديالها في لاباج؟ كاين بزاف ديال الاسماء، كاينه فيزا، كاينه جيهان، كاينه مريم، كاين بزاف ديال الناس صراحه. المغرب كله تندورو، كيعجبني الحال بزاف ملي كنشوف عيالات صراحه خدامين على نفوسهم، الله يسهل على الجميع والله يوجد رزق لاي واحد.
كاينين هاد الفراقات هادو اللي الثمن ديالهم كيبقاو فقط 150 درهم، يعني وفيهم ثلاثه ديال الشكيلات كما كتشوفوا، الفيرزاتشي وديال الملك فاروق، وهذه مولات العوينات كما كاينين معاهم حتى سميتو ديالهم هاد البورتغاتو. بورتغاتو فوالا، الله يرضي عليك سير الله. كاينين ايضا حتى هاد الطبيصلات اللي الثمن ديالهم داك عبد الواحد بشحال كيبقى؟ 50 درهم. شحال من بياسه؟ واحده ب 50 درهم. وكاين هادو اللي ثلاثه البياسات كيبقاو لكم فقط ب 55 درهم، 1100 ريال. 50 درهم، 50 درهم ناقص 5 درهم. ها نتوما ركزوا معايا مزيان. وكاينين هادو اللي اربعه البياسات كيبقاو فقط 50 ألف ريال. وكاين هذا اللي الكبير كما كتشوفوا معنا، هذا راه رقم ثمنه اللي هو جوج ب 1400 ريال. كاين هاد السليلات ديال الخبز اللي الثمن ديالهم كيبقاو لكم فقط ب 60 درهم، سليلات زوينين براتيك انيقين وديال ديال الحضور الهماوي. وكاينين الكويسات ديال القهوه اللي الثمن ديالهم كيبقاو لكم فقط ب 40 درهم، 12 بياسه كتبقى لكم فقط ب 40 درهم، 800 ريال. سير الله. شنو مازال اخر كاين سعد الواحد؟ الكويسات، الكويسات تا هما نكملوا مع مدو ديال 30 درهم، 6 بياسه 12 بياسه ب 30 درهم. وكاين هذا الباك الخطير ديال المناسبات كاس وكيسان كيبقى لكم فقط هو ب 80 درهم، ثمن زوين صراحه. شنو مازال اخر سعد الواحد؟ الكويسات ديال 60 درهم، الكويسات ديال 70 درهم اللي هما هادو مالين اللوينات 1400 ريال. وكاين الثمن ديال هادو اللي الثمن ديالهم فقط ب 60 درهم، 1200 ريال، 55 درهم. يلاه نعمس والله يمر الدرك في وجهي. ها هي من عند عبد الواحد 55 درهم ماكله ما شرب فيها. شغل الغرام تاع عبد الواحد. سير الله. تذكر بهذاك الشيء اللي مرحبا، نعاودو نذكروهم بالبلاطويات الجداد. ابار البلاطويات الجداد نشوفوا معاهم حتى الفراقه لحقاش الناس كيسولونا عليها اللي الثمن ديالها ما كتعداش 250 درهم. شحال كتبقى لينا دي عبد الواحد؟ 180 فوق هذه ماشي، هذه 180 درهم اللي فيها هاد العوينات بحال هكا، وهاد التحتانيه اللي فيها الفريخات والفراشه كتبقى لكم فقط 200 درهم، 4000 ريال. فمرحبا بكم، وما تنساوناش حتى نتوما ايضا من البارطاج والقليبات واللي جام وهذا. ونفكركم ايضا باللي باقي عندنا الكويسات ديال 24 كاس ب 1000 ريال، 50 درهم تما راه نسيناهم، ولكن راه غادي نوريهم لكم ضروري. نبغي نشير باللي راه دوزنا معكم في هاد اللايف هذا كغيكاب بالنسبه للبلاطويات ديال 50 درهم، فراه كاين عندنا في هذا الشكل هذا، وكاين عندنا في هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وكاين ايضا حتى في هذا اللون هذا، هما نفس الشكلات عفوا ولكن الالوان كتختلف. وكاينين ايضا هذا الشكل كما كتشوفوا معنا اللي جاب هذا الموتيف، كاين هذا الشكل اللي جا بهذا الموتيف وفي النوار، وكاين هذا الشكل هذا اللي جا بحال بحال الاولانيين، غير انما هو الالوان اللي كتختلف. وكاين الكاسرون اللي دوزنا معاكم 70 درهم ثلاثه البياسات، وكاينين هادو اللي خطيرين صراحه كيبقاو لكم فقط ب 40 درهم، هادو 40 درهم. كاينين الاخر اللي البلطايه ديالهم الصغاورين ب 60 درهم والكبيره ديالها ب 80 درهم. دوزنا معاكم التويشيه هذه اللي الثمن ديالها كيبقى لكم فقط ب 1000 ريال. كاينه التويشيه ديال الفطوري اللي ديال الجوج كتبقى لكم ب 40 درهم، وديال الثلاثه كتبقى لكم ب 60 درهم. كاينه هاد التويشيه هادي ديال الفران اللي كتبقى لكم الصغيره ديالها ب 40 درهم والكبيره ب 1000 ريال. طبيصلات ديال 6 بياسات ب 60 درهم، و طويجنات اللي 4 بياسات كتبقى لكم فقط ب 1000 ريال. من هنا حتى الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى ما بقى لي الا نقول لكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى امل اللقاء بكم في اتم الصحه والعافيه. لا نقول وداعا بل نقول الى اللقاء، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.